ما عم بفهم شي من شي، أفكاري كلها مشوشي، معقدي ومعركشي، اللي كيف بروح ما عم بفهم مين مع مين لما بقطين المقلمين. هو تقاطع بين الرسم والموسيقى، وتقاطع بين شعراء بيحملوا جنسيات عربية مختلفة بيتشابهوا بالأفكار والرؤية، اجتمعوا بألبوم الفنانة تانيا صالح لأطلق تحت عنوان تقاطع. هالألبوم اللي حمل قصائد لمحمود درويش، نزار أباني، جبران خليل جبران وغيرهم، وبيحاكي الهموم والقضايا الاجتماعية، وبيقدم موسيقى إلكترونية معاصرة بألحان شرقية. تانيا متعددة المواهب، يعني بتغني وبتكتب أغاني وبتلحن وبترسم وبتعمل جرافيتي، وهذا الموهبة كتير حلوة فيها يعني، ونادر نلاقيها بالبلد. تانيا يمكن من الناس اللي بيجازفوا شوي، بس لأنه بيختاروا أشعار، ونحن أصلا بنكون بحاجة لهيدا النوع من الغناء أو من الموسيقى. حتى بعتبر أنه بهيدا السي دي تبعها هو القمة لحد هلا بدي اطلع بالسياره اسمع، مع انه سمعت يعني كم وحده منهم، بس ايه هيك ناطرين نشوف شو سيدي. يا شرق في الجو منور، والفكر ظلام وفيك حراره، يا خساره وبرد اجسام، فيك 900 مليون انسان لكن اغنام، لكن اغنام. فكرة التقاطع هو انه نحن كلبنانية جزء من هالعالم العربي على تقاطع خطير، يا بدنا نقرر نضل سوا يا بدنا نقرر نفرطها. السؤال هو بهيدا الالبوم هو ذات السؤال، يعني كل واحد عم يسأله من منطلق مختلف، هو انه نحن لوين رايحين بكل بساطة، لانه في عنا كتير مشاكل ولازم نحكي فيهم ولازم نحلهم. الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، ما فيناش كاني وما فيناش مالي، كاني ماني قالي الدنيا ربيع. وقعت تانيا صالح ألبومها الجديد بجاليري ستيشن، حيث قدمت بالعمل تجربة جديدة تمثلت بسيدي سمعي بصري من خلال مشاهد لجداريات رسمتها بعدد من الدول العربية بترافق الجمهور أثناء استماعهم للأغاني. الحدا اللي لازم يعمل شيء هيك هو تانيا، لأنه عندها هيدا الخلطة تبع البوزار، يعني اللي بترسم وبتلحن وبتكتب، بعدين صار تفرجين رسمات، بعدين خلص صار الشيء عم بيصير، يعني صار كتير حقيقة أنه عم شوف الرسمات كيف عم بيخلص وعم بيطلعوا كتير حلوين، بعدين عم بسمع الموسيقى اكتمل هذا الشيء براسي. الساحة الفنية ببيروت وبالعالم العربي كتير بحاجة لناس مثل تانيا صالح، ممكن يخلوا نوع من بساطة وبنفس الوقت عمل كتير كتير راقي يجتمعوا مع بعض. بدي أقول أنه أكيد لح يكون مثل عملها القديم إذا مش أحسن. بحبها كتير وشكر الله أنه تعرفنا عليها. مميزة ورائعة، رائعة فريدة. يا قطعة سلام.